فلما القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة، أسر الحفصة سر، فلما نبأت به واحدة مرات النبي فشت سره، يبقى هذه امرأة فاسدة ولا مش فاسدة؟ بالتأكيد فاسدة. يا معلم نصبتوا على السنة والجماعة بقى لهم وضع تاني، يقول لك نحن نفصل بين الفعل والفاعل، يعني من كفر غير الذي كافر، يعني لو واحد سب النبي نقول هذا الرجل طيب ولكنه أتى فعلا كافرا، ولا تكفره يا أخي، معلش من حق أستهزأ بهذا المنطق، لأن دول منطق بهايم ما بتفهمش، عاوزين يفصلهم بقى عشان يجننونا، يقول لك الغي العقل ويقول لك افصل بين الفعل وفاعله، اقرأ الفعل في الشخص وما تقراش الشخص، حاجه ايه ده، بيستهبلهم بيتكلموا كلام ناس قطل وناس قبل. المهم فلما الهانم ديت، ما هي هانم، ما هي مش هانم، هانم واحده ست هانم، واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا، فلما نبأت به الفاسده دي اللي فشت سر النبي واظهره الله عليه، ربنا عرفه قال له يا رسول الله ده هي راحت فشت السر وقالت لواحده ثانيه كذا وكذا 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 وكذا، ربنا حكى له كل حاجه، واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. الرسول بقى قال لها مش انت رحتي قلتي للثانيه اللي هي عائشه اللي هو قال عليها برضو عمر، فلا قال لها مش انت قلتي للثانيه يا حفصه كذا وكذا وكذا وقلت لها اللي انا قلت لك عليه، انا كده بقول اللي القران قاله اهو، ما جبتش حاجه من عندي لسه. فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، اعرض عن ايه؟ عن حاجه ما قالهاش عليها، ما قالهاش على ما فتل الرسول، ما قالهاش اللي هي قالته كله. فالقران بقى عشان يتدخل في هذه المساله وعشان يبين لنا الرسول اعرض عن ايه، لانه متربي ربنا اللي رباه، فربنا قال لهم ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، انتم الاثنين يا عائشه وحفصه ملتم عن الحق. عارف كلمه صغى دي جت في القران فين؟ فين؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. عارف كمان يا استاذ فايز الايه بتاعت عمار ساعه ما رسول الله صلى الله عليه واله، لان ربنا لسه معلمهاني من يومين، في حديث عمار، عمار تقتله الفئه الباغيه، يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. نعم. عارف ربنا في القرآن لما اتكلم عن ان المؤمن ما يتجوزش الكافرة والكافرة ما تتجوزش المؤمن ما يتجوزش الكافر والمؤمنة ما تتجوزش الكافر، ربنا قال ايه على الكفار؟ اولئك يدعون الى النار، الكفار يدعون الى النار، ربنا قال كده في القرآن. فلما تجيب حديث عمار مع الآية يتبين لك ان فعلا الطائفة اللي قتلت عمار كافرة، لان يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار، والقرآن بيقول على الكفار أولئك يدعون إلى النار في سورة البقرة، يبقى متأكد إن هذه المسألة واضحة. فلما الست دي فشت السر وربنا تدخل وقال إن تتوب إلى الله فقد، إن تتوب يعني اثنين اللي هم مين؟ عائشة وحفصة، مين قال لك عمر؟ فين في صحيح البخاري؟ فيبقى إذا المسألة واضحة يعني إن هم كفروا وارتدوا، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني ربنا أستاذ فايز هيعلن الحرب عليهم ليه؟ هيعلن الحرب على اثنين دول ليه؟ وبعدين عسى ربنا أن تلقاكن أن يبدلها أزواجا خيرا من كنا مسلمات، ربنا بيقول أنا هطلق إن لو ما سكتوش هطلقك وخلي النبي يتجوز نسوان مسلمات، يبقى دول إيه؟ زي ما قلت الحلقة اللي فاتت كافرات يعني. ما انا كل حاجه بعيدها، ما انا اقول لك ان من ساعه ما هم سالوا بعيد وانا مضطر اعيد، لان هم لا بيستوعبهم ولا بيحضرهم ولا بيعملوا، هم عاوزين بس يقيموا الحجه علينا، مش عاوزين يوصلوا للدليل، لذلك انا بزعل منهم، بدل ما يجي يقول لك جايز الراجل ده يكون مش شيء وارد يا استاذ فايد ان ممكن جايز يكون على الحق، بس في واحد في المليون، دي ناس ما عندهاش عقل ولا منطق عشان تظن الظن الطيب بيا على الاقل ولا واحد في المليون. فاذا لما ربنا يقول ويعلن الحرب فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، يبقى المساله واضحه. عارف لما رئيس الجمهوريه يصحى الصبحيه ويقول لوزير الدفاع يا وزير الدفاع اسكت مش مراتي زعلانه مني، يلا هات القوات المسلحه واعمل التعبئه العامه عشان هنحارب مراتي، وعرفها كده هي ومراتي الثانيه، الناس هتقول على رئيس الجمهوريه ده ايه؟ يعني مجنون. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يعمل نفس العمل بقى على كلامهم الاهبل ده، ان ربنا يجيب بقى جبريل يقول له يا جبريل جهز العد، جهز القوات وجهز، فان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، زي ما هم بيقولوا في المولاه الولايه اللي هو الناصر، الناصر ماشي، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح، ربنا يجيب الجيش كله وهو بذاته يتدخل في المعركه وكفى بالله وكيلا، يبقى المساله ايه؟ خطيره جدا، خطيره جدا، مساله ده ده انذار يعني، زي ما تكون حرب نوويه يعني، جدا مسألة واضحة جدا وصريحة جدا أساس فيها ذهنيات واضحة. يبقى إذا إيه القضية بقى فيها؟ إن هم رقم واحد كانوا عاوزين يسموا النبي، رقم اثنين كانوا عاوزين يغيروا الدين، لأن النبي قال لهم إن الوصي علي وإن أبو بكر وعمر هيجوا الخلافة بعديه،
ابو بكر وعمر هيجوا الخلافه بعد علي وهيغتصبوا الخلافه منه، فلما عرفوا منه فقال لك نستعجل بسرعه بسرعه نموته ونقتله، فاتفقوا مع بعض الاثنين، فالرسول عرف النبي قال له ده اتفقوا عليك يقتلوك، وربنا تدخل مباشره وحذرهم، وبعدين عملوا السم والنبي كان تعبان، لان ربنا لازم يمشي الامور، ده وضع كوني بقى عشان الابتلاء والاختبار، وده منهج الدنيا مبني على الابتلاء والاختبار.